بسم الله، السلام عليكم. نكملوا الكود الالكتريسيتي بالنسبه للناس ديال الاس 2. هذا الفيديو الثاني في الشابتر ديال الكوندونساتور. من بعد ما شفنا في الفيديو اللي فات لي كوندونساتور اون باراليل و لي كوندونساتور اون سيري، في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعملوا اول اكزيرسيس في هذا الشابتر. الاكزيرسيس ديالنا هو هذا. هنا عندنا واحد الجينيراتور U، هنا عندنا واحد الكوندونساتور سي واحد اون باراليل مع واحد الكوندونساتور سي 2، هنا عندنا واحد الكوندونساتور سي 3، وهنا عندي واحد الكوندونساتور سي 4 اون باراليل مع هذا الكوندونساتور سي 5. مزيان، قال لك كالكولي لا شارج اي لا طونسيون او بورني دو شاكان دو كوندونساتور، يعني خصني نحسب لا شارج ولا طونسيون اللي كاينه في كل كوندونساتور. مزيان، اذا لاحظتي معايا في الشكل غادي تجبر هاد جوج ديال لي كوندونساتور اون باراليل سي 1 و سي 2 راهم اون سيري مع هاد سي 3 و اون سيري كذلك مع هاد سي 4 اون باراليل مع سي 5. دونك عندي هاد جوج اون سيري مع هذا، اون سيري مع هاد جوج هادو. مزيان، هذا علاش غادي ندوز مباشره لا سوليسيون. اول حاجه غادي نحسبها هي الكاباسيتي توتال. الكاباسيتي توتال غادي نطبق فيها العلاقه ديال لي كوندونساتور اون سيري، حيت عندي هاد جوج اون سيري مع هذا اون سيري كذلك مع هاد جوج هادو. دونك واحد على سي توتال كتساوي لي هي واحد على سي واحد زائد سي 2. هنا عملت سي واحد زائد سي 2 حيت عندي هاد الكوندونساتور سي واحد اون باراليل مع هاد الكوندونساتور سي 2. دونك لا كاباسيتي ديالهم كتساوي لي هي لا كاباسيتي ديال هاد الكوندونساتور الاول زائد الكاباسيتي ديال الكوندونساتور الثاني. دونك زائد واحد على سي 3 زائد واحد على سي 4 بلس سي 5. هنا كذلك عملت سي 4 بلس سي 5 حيت عندي هاد الكوندونساتور سي 4 اون باراليل مع هاد الكوندونساتور سي 5. مزيان، دابا غادي نمشي نعوض بلي كاباسيتي. دونك عندي واحد على سي توتال كتساوي لي واحد، هنا عندي سي واحد زائد سي 2. دونك سي واحد كتساوي لي هي سي و سي 2 كتساوي لي هي دو سي. دونك غنعمل واحد على سي زائد دو سي، زائد عندي هنا واحد زائد سي واحد على سي 3 و سي 3 كتساوي لي هي سي. دونك غادي نعمل زائد واحد على سي، زائد واحد على سي 4 بلس سي 5. عندي سي 4 كتساوي لي 2 سي و سي 5 كتساوي لي 3 سي. دونك غادي نعمل واحد على 2 سي بلس 3 سي. مزيان، وغادي نحسب وغادي نجبر واحد على سي توتال كتساوي لي واحد على 3 سي زائد واحد على سي زائد واحد على 5 سي. مزيان، دابا غادي نوحد المقام في هذا الطرف، هذا غادي نوحد المقام هنا، وغادي نجبر واحد على سي توتال كتساوي لي 5 بلس 15 زائد 3 على 15 سي. غير واحد المقام في هذا الطرف. مزيان، وغادي نحسب غادي نجبر واحد على سي توتال كتساوي لي 23 على 15 سي. مزيان، انا خاصني الكاباسيتي توتال. دونك غادي نطلع هاد سي توتال الفوق وغادي نعمل هنا، هنا غادي نعمل المقلوب. دونك غادي نرجع لي الكاباسيتي توتال كتساوي لي 15 سي على 23. مزيان، من بعد ما حسبنا الكاباسيتي توتال دونك خصني نمشي نحسب لا شارج توتال. دونك خصني نكالكول دابا لا شارج توتال. لا شارج توتال كنرمزو لها بكو تي. دونك حنا كنعرفو بان لا شارج توتال كتساوي لنا هي الكاباسيتي توتال فوا طونسيون كتساوي لي. دونك لا شارج توتال كتساوي لي، غادي نعوض هاد الكاباسيتي توتال اللي ديجا حسبتها وغادي ترجع عندي كا توتال كتساوي لي 15 سي على 23 ضرب طونسيو U. مزيان، من بعد ما حسبت لا شارج توتال والكاباسيتي توتال، دابا غادي نمشي نحسب لا شارج كي 3 دو سي 3. يعني خصني نحسب لا شارج ديال هاد الكوندونساتور سي 3. مزيان، حنا عندنا واحد المعلومه كتقول لي كوندونساتور اون سيري سون لا ميم شارج، يعني ملي كيكونوا عندنا لي كوندونساتور اون سيري كيكون عندهم لا ميم شارج. فمثلا اذا كان عندي مثلا هذا الكوندونساتور سي واحد اون سيري مع هذا الكوندونساتور سي 2 اون سيري مع هذا الكوندونساتور سي 3. مزيان، هنا القاعده شنو كتقول؟ كتقول لك لا شارج كي واحد، يعني لا شارج ديال هذا الكوندونساتور سي واحد راه كتساوي لي لا شارج ديال هذا الكوندونساتور سي 2 كتساوي لي لا شارج ديال هذا الكوندونساتور سي 3 وكتساوي لي لا شارج توتال. مزيان، دونك دابا لا شارج كي 3 راه كتساوي لي لا شارج توتال وكتساوي لي كذلك 15 سي او على 23. مزيان، دونك دابا غادي نمشي من بعد دابا حددت لا شارج
Q3, خاصني نحدد طونسيو E3. دونك طونسيو E3 ديال الكوندونساتور C3 اش كيساوي؟ حنا كنعرفوا بان Q3 كتساوي لي هي C3 فوا E3. مباشرة عطيني E3 كتساوي لي هي هاد لا شارج Q3 ضرب واحد على C3. مزيان. الوغ U3 كتساوي لي، وغادي نعوض هاد Q3 بلا فالور ديالها هي هادي، وغادي نجبر U3 كتساوي لي 15 سو U على 23 ضرب واحد على C3، حيت عندي هاد C3 كتساوي لي سي. مزيان. هذا من بعد العملية الاختزال غادي تختزل لي سي مع سي، غادي نجبر طونسيو U3 كيساوي لي 15 U على 23. من بعد ما حسبت U3 طونسيو U3، دابا غادي نمشي نحسب طونسيو E1 ديال الكوندونساتور C1 زائد C2. يعني غادي نمشي نحسب طونسيو اللي كاين في هاد لي كوندونساتور اللي هما اون باراليل، C1 اون باراليل مع C2. مزيان. دونك حنا كنعرفوا بان كذلك عاود هاد لا شارج Q1 زائد Q2، يعني لا شارج ديال هاد لا شارج دهاد الكوندونساتور زائد هاد لا شارج دهاد الكوندونساتور راه كتساوي لي لا شارج توتال. مزيان. وكتساوي لي كذلك هي الكاباسيتي C1 زائد C2. علاش عملت كاباسيتي C1 زائد C2؟ حيت كنهضر على هاد جوج ديال لي كوندونساتور، الوغ غنعمل الكاباسيتي ديال هاد الكوندونساتور الاول زائد الكاباسيتي ديال الكوندونساتور الثاني. هذا علاش عملت C1 زائد C2، وغنضربها في E1 طونسيو E1. دونك انا خصني طونسيو E1، الوغ E1 كتساوي لي هي لا شارج توتال ضرب واحد على C1 بلس C2، واحد على C1 بلس C2. مزيان. وغادي نعوض هاد كي توتال بالقيمة ديالها، وغادي نجبر E1 كتساوي لي 15 سي U على 23 ضرب واحد على 3 سي. هاد 3 سي هي C1 زائد C2. مزيان. وغادي نحسب، وغادي نجبر E1 كتساوي لنا 5 U على 23. مزيان. دابا من بعد ما حسبت E1 دونك انا كنعرف بان عندي هاد الكوندونساتور سي واحد راه اون باراليل مع سي دو. دونك عندي هاد الكوندونساتور سي واحد اون باراليل مع سي دو، الوغ هاد غيكون عندهم لا ميم طونسيو. الوغ هاد سي واحد و سي دو عندهم لا ميم طونسيو، علاش؟ حيت هما اون باراليل. دونك اي واحد طونسيو اي واحد راه كيساوي لي طونسيو اي دو، كيساوي لي كذلك 5 اي على 23. مزيان. دونك دابا مادام حسبت الطونسيو ديال الكوندونساتور سي واحد والطونسيو ديال الكوندونساتور سي دو، دابا خصني نحسب لا شارج ديال كل كوندونساتور. يعني خصني نمشي نحسب اولا لا شارج ديال الكوندونساتور سي واحد، لا شارج كي واحد ديال الكوندونساتور سي واحد. حنا كنعرفوا بان كي واحد كتساوي لي هي الكاباسيتي سي واحد فوا الطونسيو اي واحد. مزيان. كتساوي لي سي واحد عندي كتساوي لي هي سي، دونك سي ضرب، وعندي هاد اي واحد هي اللي حسب دابا عاد هي كتساوي لي 5 او على 23. دونك غادي نضربها في 5 او على 23، وغادي نجبر لا شارج كي واحد كتساوي لي هي 5 سي او فوا 23. مزيان. دابا غادي ننتقل نحسب لا شارج كي 2 دو كوندونساتور سي 2. مزيان. حنا كنعرفوا بان كي 2 كتساوي لي هي سي 2 الكاباسيتي سي 2 فوا طونسيو اي 2. دونك سي 2 راه كتساوي لي هي 2 سي، وغادي نعوض هاد اي 2 غنعوضها بلا فالور ديالها، وغادي نجبر كي 2 كتساوي لي هي 2 سي فوا 5 او على 23. مزيان. دونك مباشره كي 2 راه كتساوي لي 10 فوا سي او فوا سيغ 23. مزيان. دابا غادي ننتقل نحسب طونسيو او 4 ديال الكوندونساتور سي 4 بلس الكوندونساتور سي 5. يعني غادي نحسب الطونسيو اللي كاينه في هاد لي كوندونساتور اللي هما اون باراليل، سي 4 اون باراليل مع سي 5. مزيان. حنا كنعرفوا كذلك بان كاتوتال لا شارج توتال كتساوي لي هي لا شارج ديال هاد جوج ديال لي كوندونساتور، حيت قلنا لا شارج توتال كتساوي لي لا شارج هاد جوج، وكتساوي لي لا شارج ديال هاد الكوندونساتور هذا، وكتساوي لي كذلك لا شارج ديال هاد جوج هادو. مزيان. دونك انا لا شارج توتال كتساوي لي لا شارج ديال هاد كي 4 زائد كي 5 اللي كنرمزو لها كي 4 زائد 5. هاد الكتابه هادي كتعني
هي Q4 يعني Q يعني لا شارج ديال الكوندونساتور C4 زائد لا شارج ديال الكوندونساتور C5. مزيان، كتساوي لي هي C4 بلس C5. عملت الكاباسيتي ديالهم، لا سوم ديال الكاباسيتي ديك جوج ديال الكوندونساتور اللي هما اون باراليل ضرب الطونسيو E4. مزيان، انا خاصني الطونسيو U4، دونك U4 كتساوي لي هي لا شارج توتال فوا واحد على C4 بلس C5، وغادي نعوض كتوتال كي توتال بالقيمة ديالها، وغادي نجبر كتساوي لي هي 15 سو اي على 23 ضرب واحد على 5 اي. هاد 5 اي هي سي 4 بلس سي 5، يعني الكاباسيتي سي 4 زائد الكاباسيتي سي 5 راه كتساوي لي 5 سي. مزيان، دونك مباشرة غادي نحسب وغادي نجبر او 4 كتساوي لي هي 3 اي على 23، تختزلت لي 5 مع 5 اللي كاينه هنا، وتختزل لي سي مع سي، دونك بقات لي الفوق 3 فوا اي وبقات لي لتحت 23. مزيان، افيك وعندنا كذلك او 4 كتساوي لنا او 5. علاش؟ حيت عندنا الكوندونساتور سي 4 اون باراليل مع الكوندونساتور سي 5، دونك غادي نجبرو او 5 كتساوي لي 3 او على 23، يعني U5 طونسيو ديال الكوندونساتور سو 5 غيساوي لي كذلك 3 U على 23. مزيان، دابا غادي نحسب لا شارج ديالهم. لا شارج غادي نبداو بلا شارج Q4 ديال الكوندونساتور سي 4. حنا كنعرفو Q4 كتساوي لي هي كاباسيتي سي 4 فوا طونسيو U4، وغيساوي لي هاد سو 4 راه كيساوي لي هي دو سي، راه ديجا معطيه في التمرين في ليكزيرسيس، يعني الكاباسيتي سي 4 كتساوي لنا دو سي ضرب او 4. او 4 راه ديجا حسبناها هي هادي، يعني ضرب 3 او على 23، وغادي نحسب وغادي نجبر كو 4 كتساوي لنا 6 سي او على 23. مزيان، دابا غادي ننتقلوا لا شارج كو 5 ديال الكوندونساتور سي 5. حنا كنعرفوا بان لا شارج كو 5 كتساوي لي هي الكاباسيتي سو 5 فوا طونسيو او 5، دونك كتساوي لي، وغادي نعوض سو 5 بالقيمه ديالها، سي 5 هي كتساوي لي 3 سي راه ديجا معطيه في التمرين، و او 5 كتساوي لي هي اللي حسبت دابا عاد هي هادي كتساوي لنا 3 او على 23، دونك غنعمل 3 سي فوا 3 او على 23، دونك وغادي نحسب وغادي نجبر كو 5 كتساوي لي 9 سي او فوا 3 سيغ على 23 عفوا. وهذا الشيء اللي كاين في هذا التمرين، وهكذا كنكونوا خرجنا ليكزيرسيس ديالنا، والسلام عليكم ورحمة الله.